تحيه طيبه مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج البرج العالي. المشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه، مهيئة لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الحوت المائي حتى الساعة 2:52 من فجر السبت، ليدخل برج الحمل الناري ويبقى فيه حتى الساعة 8:04 من صباح الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى فجر السبت في برج الحوت المائي، من فجر السبت وحتى صباح الاثنين في برج الحمل الناري. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح للمبادرة لأي خطوة جديدة. يجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الجمعة من الساعة 8:00 وحتى الساعة 2:52 من فجر السبت. يوم الاثنين من الساعة 5:19 فجرا وحتى الساعة 8:04 صباحا. مشاهدينا الكرام ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئة لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. ننتقل لاول مشاركه هاتفيه، نشوف مين على الخط. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك، من جاي؟ بشرى. اهلا وسهلا بشرى، كم تاريخ ميلادك؟ 30/8/1974. 74؟ اوكي، شنو سؤالك بشرى؟ على الخريطة والزواج وبصفة عامة. أي ساعة مولودة؟ مولودة بعد الفجر. كم يعني؟ كم يعني؟ لا أعرف، ما قالته لي أمي، قالت لي ولدتي بعد الفجر. أنا توأم. لحظة واحدة. 30/8/1974. بالجزائر؟ لا بالمغرب. المغرب؟ مراكش. طيب اي مدينه بالمغرب؟ مراكش، يعني نواحي مراكش تنسيك الحول. طيب من ناحيه الزواج ما عندك مشكله اذا جاي الفجر او بعد الفجر، ما يعني ما عندك اي شيء يدعو للقلق من ناحيه الزواج؟ ولكن دائما عندي خطبة ولا يتم أي شيء. أوكي، بس ما عندك شيء أنت من الخارطة على سبيل المثال، لأن أنت صاح البيت السابع عندك في الدلو، هذا قد يعني يسوي لك انفصالات. أوكي، بس مو معناه أنه يعطل الزواج على سبيل المثال أو ما شابه. فبشكل عام ما عندك شيء، أهم شيء هذا أنه ما عندك شيء يدعو للقلق من ناحية الزواج بشكل عام. أوكي، وضعك طبيعي من ناحية الزواج إن شاء الله. وأرقام الحظ؟ 3 2 5 3 و5. 3 و5. نعم. وبالنسبة للوظائف أو بالنسبة لي وش ممكن نولد مثلا حتى شوية تأخر؟ هذه الفترة من ناحية الوظيفة هي الفترة المثالية لمواليد برج العذراء من ناحية العمل. إذا أنت تبحثين عن عمل، الفترة المثالية لك الفترة الحالية أنه تقدمين أوراق أو تبحثين عن عمل، إن شاء الله تلقين، يعني تكون عندك فرصة من ناحية العمل. لا أنا أعمل، أنا أعمل ولكن في قطع الخصوصي، ولكن واش عندي تحسن. هذه الفترة مثالية لك أيضا، أنه هالفترة تثبتين جدارتك، بالتالي تحسنين عملك أو تترقين أو تحصلين على، يعني أبسط شيء أنه رؤسائك في مجال العمل يكونون
راضين عليك ان شاء الله. هذه الفتره المثاليه تستمر لغايه نهايه شهر تموز يوليو اللي احنا فيه حاليا. وبالنسبه للاولاد من ناحيه الاطفال ما عندك اي البيت الخامس عندك في القوس ما عندك اي مشكله، ممكن ايضا انت اذا تزوجتي ان شاء الله في المستقبل يكون عندك توأم. توأم؟ نعم. شكرا. أهلا جزيلا. اهلا. ناخذ اتصال هاتفي. الو. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بيك، من جاي؟ ام عمر وياك. اهلا وسهلا ام عمر، تفضلي. عندي بنتي 13/6/93 93 يتقدمونها الساعة 1 بالليل جاية. اوكي، شنو سؤالك يا عمر؟ يجونها وهاي هسه انا بقدم لها 1/8/8/89 لحظة واحدة 89 و15/6 هم تقدم لها. اوكي. متقدم لها 15/5/94. لحظة واحدة. عندنا 13 ياه المناسب بالنسبة لها. 13/6 اوكي 1993. يقدمونها وما يرجعون بعد. اوكي. زين. هي ما عندها أي شيء. تأخير بالزواج. لا لا لا. ابد ما عنده تاخير، هذه احتمال تتزوج شخص غني او تتزوج شخص معروف مشهور او عنده مركز اجتماعي، يعني يكون عنده فد منصب على سبيل المثال. اوكي، فمن ناحيه 88 89 89. منو ابو ال 88 89؟ لا ما لي علاقه، يعني هسه انت سالتيني على انه هل هي عندها مشكله بالزواج؟ واكو قسمتها تتاخر قسمتها. فاهمك، بس هي ما عندها مشكله. احتمال يقدمون ويرفعون. اوكي، بس احتمال هي تتزوج شخص يكون مشهور او يكون صاحب منصب او يكون حتى مثلا يكون كلش كريم وياها. فبالعكس من ناحيه الزواج اطمئني عليها، بعدها صغيره يعني مو فد هذا العمر اللي مثلا انت تكونين قلق يعني قلقه عليها او ما شابه. اوكي، بس هسه اشوف لك اي واحد احسن بهم. عندنا 88 و15/6/94 15/5 السرطان ثور. لحظه اوكي. لا تسمعيني من التلفزيون ام عمر. اسد اثنين هم وسط ام عمر، اثنينهم من العلاقات الوسط، يعني هي مثلا حتى هذا يعني المفروض هي ويا الاسد على سبيل المثال من نوع العلاقات الجيده جدا، بس بحالتهم هي شويه نوعا ما تعتبر من العلاقات الوسط اثنينهم، مو ليست مثاليه وليست يعني فاشله على سبيل المثال، نقدر نقول عليها وسط يعني 55-60% اذا كانت الرغبه فعلا صادقه ومتبادله وحصل زواج. ان شاء الله اكون جاوبتك، وهي مثل ما ذكرتك ما عندها اي مشكله، بالعكس اذا تزوجت ان شاء الله تتزوج شخص يكون صاحب مركز اجتماعي مرموق او يكون مشهور او يكون ابسط شيء يكون جدا كريم وياها. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك ابو عيسى. اهلا وسهلا ابو عيسى، تفضل. استاذ خلات لو سمحت بسال عن انا مواليد 6/1/67. 6/1/67، شنو سؤالك ابو عيسى؟ بدي اسال عن المال والعمل والصحه، لانه الثلاثه فعلا تعبانين جدا. اوكي، من ناحيه صحيه الفتره الحاليه اللي احنا الماضيه كانت صعبه عليك، نعم حاليا بالعكس فتره جدا ايجابيه لمواليد برج الجدي، اللي اذا عندكم لا سمح الله اي مشكله صحيه
إذا أخذت العلاج الآن في هذه الفترة هذا العلاج ينطي نتيجته أكثر من أي فترة أخرى. فمن ناحية صحية اطمئن، ما عندك شيء يدعو للقلق. إذا أكو شيء يعني فيكون إن شاء الله عابر مو من هذا الضغط اللي يدعو للقلق، اللي يتوجب عليهم أن ينتبهون لصحتهم حالياً هم مواليد برج الدلو، بالإضافة إلى مواليد برج الحوت. هذول نسبياً شوية وضعهم الصحي ضاغط عليهم، بس أنت وضعك طبيعي. من ناحية المال الفترة مو هذه، تجي خلال شهر تموز تكون عندك آنذاك فترة إيجابية من ناحية المال. تحصل آنذاك على مبلغ من المال يكون على الأغلب من تركة أو توفير أو ادخار أو أي مبلغ إلى صلة طرف آخر أو تعويض أو ما شابه. حالياً وضعك من ناحية المال ماكو فد مبالغ مالية. عندك البيت الثاني بالدلو، البارحة وأول البارحة كان عندك فرصة أن تحصل على مكاسب مالية خفيفة، يعني مثلاً عمل إضافي أو هدية أو ما شابه. الفترة الحالية وصاعداً طبيعي، بس الفترة الإيجابية بشهر تموز، العفو بشهر آب آسف، مثل ما ذكرت لك تكون آنذاك يعني بنهاية شهر آب صاعداً تكون عندك آنذاك فترة إيجابية من ناحية المال. من ناحية العمل أنت كواحد من مواليد برج الجدي، أكثر الأبراج اللي يعني أفضل شيء عندكم خلال عام 2017 يستمر لغاية 10 أكتوبر 2017 هو مجال العمل، على اعتبار أنه عندكم كوكب المشتري في البيت العاشر المسؤول عن العمل، فبالتالي يعطيكم فرص اللي يبحث عن عمل يقدر يحصل على العمل اللي يستحقه أو اللي يريده إن شاء الله، واللي يعمل يقدر يثبت جدارته للمسؤولين وبالتالي يحصل على ترقية أو ينتقل إلى منصب أفضل أو ممكن يغير إلى عمل أفضل من اللي هو به حاليا. فمجال العمل مفتوح إن شاء الله. أكون رديت عليك أبو عيسى. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. أنا أخوك علي التميمي من الكويت. أهلا وسهلا بك علي. الله يسلمك. مواليدي سلمك الله 4/7/77. ألو. وياك. نعم تفضل. أي نعم سلمك الله. الله يسلمك. الساعة 12 بالليل. اوكي شنو سؤالك علي؟ عرفت سلمك الله بخصوص اريد اعرف يعني عندي هم بعد انسانه يعني اريد اتزوجها، كل ما اتقدم لها يصير وياي يعني مشكله، عرقله، تاخير، شيء من هالنوع. اتفضل. انت متزوج منفصل قبل علي؟ توني منفصل. اوكي انت عندك طلاق، يعني عندك انفصال بحياتك، عندك كوكب أورانوس هذا اللي عنده هذه الوضعية، يا أما يتزوج زواج غير تقليدي أو يتزوج من إنسان غير اعتيادي يعني غير طبيعي، قد يكون بمنصبه، قد يكون بتصرفاته إلى آخره، أو يتزوج زواج غير يعني زواج غير تقليدي بدون مثلا بدون الذهاب إلى المحكمة، أو زواج عرفي، زواج سري مثل ما نقول هيك شيء. اي نعم. فهذا الشيء أنت عندك وارد أو يكون عندك انفصال. هذا أنت إذا صار عندك فرصة يعني تزوجت مرة ثانية جدا كون حذر في تعاملك مع الطرف الآخر، لأن أنت هذا اللي عنده هاي الوضعية يكون من النوع اللي يحب حريته، يعني مو من النوع اللي أحد يقول لك وين رايح، وين جيت، سويت ما كذا كذا. أنت تحب تكون نسبيا حر بتصرفاتك. فهذا وبالإضافة أنه آسف، بالإضافة إلى أنه يوم 4 اللي يجي يوم 4 يجي يوم 13 أو يجي يوم 22 من أي شهر من أشهر السنة، هذا الشخص بشكل عام يكون من النوع اللي يحب حريته واستقلاليته، يكره أحد يقيده أو مثلا يفرض عليه فد رأي. مثلا أنت كواحد من مواليد برج السرطان تحبون جو البيت، تقعد بالبيت 24 ساعة ما تطلع عادي، بس إذا أحد قال لك ما تطلع، لا هذاك اليوم لا، أنت كأنما واحد دي خنقك فتقوم تعاند وتطلع مثلا. العكس. إيه نعم. فأنت هذا السبب، فلا أكثر ولا أقل، يعني أنت شوية لازم شوية تكون حذر في تعاملك مع الطرف الآخر. إنزين سلمك الله. بخصوص المستقبل الصحة، من ناحية صحية انتبه أيضا إلى صحتك بشكل عام، يعني
خاصة مثلا على سبيل المثال هاي السنة هي تشري، بس السنين اللي تيجي همنا أيضا دير بالك على صحتك. وعندك من ناحية الزواج أخ علي، هذه السنة والسنة تجي يعني خلال الشهر المقبل إن شاء الله، وصاعدا تستمر لغاية شهر آب أغسطس أو شهر نهاية شهر تموز يوليو من عام 2018، عندك تكون فرص كلش كثيرة من ناحية الزواج. زين سلمك الله، أقدر أنطيك تاريخ ميلاد الشخص اللي أريد أرتبط فيه البنت؟ طيني إياها. 28 نعم 4 مواليد 97. طبعا اليوم الوقت ما تعرف الفجر بقول لي. خوش حكي. 28 28 4 1997 الفجر. العلاقة جيدة جدا علي، إذا كانت الرغبة فعلا صادقة ومتبادلة بين الطرفين وحصل زواج إن شاء الله العلاقة تكون ناجحة. أوكي. اللهم لك الحمد. إن شاء الله تكونون كلش متفاهمين، لأن أنت وياها هواية عقلكم يعني بعاطفتكم إلى آخره بهذه الأشياء متشابهين، فشون واحد يكمل الثاني إن شاء الله. رحمة الله والديك، ما قصرت أخوي، شاكر لك. نعم أخ علي. أي نعم أي نعم. شنو؟ أقول رحمة الله والديك ما قصرك. والديك تدلل. أهلا وسهلا بك يا هلا. أهلا وسهلا بك يا هلا. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، وهي لإستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. مشاهدين الكرام، مواليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج السرطان المائي. تعالوا معنا نتعرف إلى أبرز صفات رجل برج السرطان. رجل برج السرطان كإمرأة السرطان يمتلك عيون لامعة والتي يستطيع أن تتصل مع الآخرين من خلال لغة العيون التي يجيدها، وهو من النوع المساعد اللطيف ولديه اهتمام كبير بمن هم حوله. تجده يتمتع بمنظر الزهور والشموع، لا بل إنه في بعض الأحيان يجلس وحيدا متأملا منظر الساحل الذي يتخيله، وكيف له أن يغوص في بحار الدنيا ويفكر في أمور دون أي تأثيرات خارجية. والأفضل هو أن لا تقترب منه إن وجدته بهذا الحال، لأنه يحتاج إلى ذلك حقا، لأنك لن تستطيع أن تحرك أي ساكن، لأنه يعيش عالمه دون غيره. وتجده مهتما بقضايا وأمور روحية، ولديه القدرة على أن يجعلك في قمة الارتياح الروحي أو النفسي من خلال التحدث معه، أي نستطيع أن نقول بأنه لديه قدرات روحية. مشاهدين الكرام، عودة للمشاركات الهاتفية، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال قبل ما توجهون أي سؤال من خلال صفحة البرج العالي على الفيسبوك، يمكنكم الاطلاع على المنشور الأول. المنشور الأول بالتوقعات اللي يسأل شنو برجي، أكو صورة بها الفترات اللي ينتمي إليها كل شخص وتحدد فترات البرج، بالإضافة إلى التوقعات السنوية. التوقعات السنوية تضمن الفترات الإيجابية من ناحية العاطفة، الحمل، الإنجاب، الزواج، العقارات، الدراسة، السفر وأمور أخرى، بالإضافة أيضا إلى التوقعات اليومية وأرقام الحاض والخارطة. كل هذا موجود بالمنشور الأول، بس ركزوا شوية
حتشوفون كل شيء موجود هناك. ونرجع للمكالمات. الو الو نعم الو تفضلي. برج العالي انت على الهواء. نعم من هي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من هي؟ معك رفيع من الجزائر. الاسم مره ثانيه؟ رفيع من الجزائر. رفيع بس ابتعدي عن التلفاز بلا زحمه. بعد بعد شنو السؤال؟ كم تاريخ ميلادك؟ انا مواليد. ابتعدي عن التلفزيون رقية بلا زحمه عليك. لا مو بعد. مش من بعد. ناخذ اتصال هاتفي. الو الو نعم الو 19 جويلية. الو نعم 19 جويلية. الاسم 19 جويلية. صوت مو واضح. مشاهدين كرام المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم وتواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية وكذلك على الانستغرام البرج العالي. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت نهضر مع أستاذ خلاف. أنت على الهواء تفضلي. ابتعدي عن التلفزيون بلا زحمة عليك. أنا رقية من المغرب. رقية ابتعدي عن التلفاز. هذا تفضلي. الله يخليك بغيت واخا شكرا. تفضلي. الله يخليك بغيت نهضر بغيت نعرف برج ولدي. اوكي ابتعدي عن التلفاز رقية حتى توفرين مكالمة. ليش بعدين نضيع المكالمة على هذا؟ أقدر حتى أقدر أرد عليك. شهر ثلاثة 29 89. نعم شهر 3 شهر 3 29 21. 29 كم؟ 29 ما ماذا أفهم؟ 29 أوكي. أي سنة؟ 98. شنو السؤالج؟ هذا من مواليد برج الحمل. خلف في الوحدة ونص. الوحدة ونص النهار. وحدة وكم؟ الوحدة ونص النهار. ظهرا؟ ظهر. اوكي ابتعدي عن التلفزيون رقية حتى اوفر لك المكالمة. المكالمة واخسي شنو سؤالك علي هذا؟ هذا من مواليد سؤالي انا ما بغيت نعرف مستقبل ولدي والسفر للخارج لفرنسا. طيب اوكي هذا والحياه ديالو عن الحياه ديالو حياته ديالو هذا الشخص نوعا ما يعني بشكل عام يكون محظوظ. اوكي الحظ يلعب دور كبير بحياته. هذا الحظ قد يكون على محور السفر او يكون على العمل او حياته العامه. بشكل عام عنده نسبه حظ جدا كبيره من ناحيه السفر. يكون عنده سفر اوكي بس مو السفر اللي هو يعطي امكانيه عيش بعيد عن اهله. عنده الفرصه انه يسافر اوكي يعني عنده فرص يكون سفر بحياته كثير يعني بزاف بس ما عنده شيء مؤشر قوي انه هذا الشخص يبقى بعيد عليك او لا. المهم عنده فرص انه للسفر واوكي هو جدا محظوظ. اوكي هي. سؤال اخر وبغيت نعرف واش يعني عنده بغيت الله يخليك الارقام ديال الحظ ديالو 9 3 و2 ارقام الحظ ديالو 2 و5 و9. ودراسه دراسه هو من النوع الذكي اوكي جدا ذكي من النوع الذاكرة قوية. إذا تسمعيني من التلفاز هو من النوع الناحية الدراسة المفروض يكون إنسان جدا جدا ذكي وعنده ذاكرة جبارة من النوع اللي ما ينسى يعني ممكن إنه يعتمد على الشرح اللي يقدمه الأستاذ في الحصة فبالتالي يبقى هذا مطبوع في ذاكرته ما من العلوم يعني ما ينسى ومن النوع اللي عنده دماغ أيضا يعني نشطة ومفكرة يحلل الأمور
فمن ناحيه الذكاء انسان جدا ذكي هذا. وان شاء الله اكون رديت عليك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم تفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل تعال الهواء. ممكن اعرف البرج مالتي؟ تفضل تعال الهواء. منو جايه؟ اذا امكن بلا بس. حسن. حسن ابتعد عن التلفزيون. نعم. اسمعني من التليفون بلا زحمه. تفضل. نعم. اسمي حسن ابو تشندل، المواليد 21 شباط 1958. اوكي، انت من مواليد برج الحوت اخ حسن، شنو سؤالك؟ سؤالي توقعات يعني البرج مالي او توقعات الحظ، وشويه عندي مشاكل اشوف يعني لها حل او لا. اوكي، انت من مواليد برج الحوت، ارقامك 1 3 7، من ناحيه الحظ انت انسان محظوظ، الحظ يبتسم لك اكثر ويوقف بصفك، وتحس بهذا الشيء بالتحديد من 31/7 وصاعدا. انا ذاك تكون عندك فتره ايجابيه لمواليد برج الحوت بشكل عام، يبتسم لكم الحظ في المجالين العاطفي والمالي. بالنسبه للمزوجين تفرح بخبر يتعلق باحد اولادك او ما شابه، فهذا من ناحيه الحظ. من ناحيه المال اكثر شيء العفو اللي دا يتعبكم هو الوضع العمل، اذا انت دا تشتغل شويه وضعك بالعمل ما مرتاح، او وضعك مو مثل ما انت تريده، او ما يمشي مثل ما انت تريده، هذا الشيء راح يبقى ضغط عليكم نسبيا لحد نهايه السنه، وراها لا تبدون صفحه جديده، يكون وضعكم افضل او يعود الى طبيعته ان شاء الله. من ناحيه المال الله يبارك فيك، ما عندك مشكله يعني العفو، عندك فرص ماليه، انتم مواليد برج الحوت عندكم فرص ماليه، تحصلون على مبلغ من المال، يكون قد على الاغلب يكون من تركه او توفير ادخار، هذا الشيء مستمر عندكم، بدا من 9/9/2016 ويستمر لغايه 10/10/2017 من هذه السنه، فممكن تحصل على فلوس تكون لها صله بورث، بتركه، بتعويض، او انت تطلب ناس فلوس، او مثلا تاخذ قرض، او على سبيل المثال تتعامل بفلوس مال يعني ناس غيرك هيك شيء، فمجال الفلوس كل الزين لك. جزاك الله خير، شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بك حسن. ناخذ اتصال هاتف اخر. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. مرحبا استاذ. مرحبا، اهلا بك. استاذ احب اعرف عن وضعي بشكل عام، انا مواليد 25/9/88. اوكي، من هي؟ سمارة. اوكي سمارة، شنو سؤالك بشكل عام يعني؟ احب اعرف بانه ارقام الحظ شنو، يعني 6 و7، مستقبل عن العمل. ارقام 6 و7. أوكي. أوكي، من ناحية العمل إذا أنت ما تشتغلين، مواليد برج الميزان الفترة الماضية قسم من مواليد برج الميزان صار عندهم مشاكل في مجال العمل أو ما مرتاحين كانوا، أفضل فترة للعمل الفترة الحالية اللي إحنا بيها، بس الأحسن من نهاية السابع من 31/7 وصاعدا، أنا ذاك يكون كوكب الزهرة عندكم في البيت العاشر المسؤول عن العمل، فاللي دي يدور على شغل هذيك الفتره تكون المثاليه لمواليد برج الميزان خلال العام من ناحيه العمل، تحصلين على الشغل اللي انت تريديه او اللي انت تستحقيه او ما شابه، اذا انت دا تشتغلين تقدرين مثلا تتقربين من المسؤولين او تحصلين على الشيء اللي انت تريديه من عندهم الى اخره، واللي عنده شغلات تتعلق اوراق حكومه ما حكومه ايضا تكون نتيجه فتره ايجابيه، يعني خلينا نقول الثلاث اسابيع الاولى من شهر الثامن تبشر بخير. سؤال اخر. اوكي، ممكن والدي ووالدتي اعرف عنهم اذا ما صار زحمه؟ اعطيني اذا اقدر ان شاء الله شيء مختصر. والدتي 31/1/52. اوكي. والدي 13/1/47. شنو السؤال؟ اريد هم يعني اعرف بالنسبه للجاي لهم من ناحيه مثلا التطور عن الصحه. 31/1 هذا من مواليد برج الدلو، من ناحيه صحيه الفتره الحاليه شويه ضاغطه عليهم يعني نسبيا من ناحيه صحيه، ماكو شيء يدعو للقلق يعني مو فد شيء يخوف،
بس لا يتعب نفسه على اعتبار الشمس عندهم بالبيت السادس، هذا يضغط عليهم من ناحية صحية. مثلا الشغل عندهم زايد، مثلا إذا كان قبل عنده قابلية يشتغل 8 ساعات أو 6 ساعات، حاليا نشوفه مثلا يشتغل في 3 ساعات ويتعب لأن أكو في الضغط عليه. هذا الشيء ما يدعو للقلق، إلى نهاية 22 بهذا الشهر يزول هذا الضغط إن شاء الله ويرجع وضعه طبيعي. على طول السنة ما عنده شيء من ناحية صحية، أفضل شيء له خلال هذه السنة هي ناحية السفر والشؤون القضائية أو ما شابه، ومن 10/10 وصاعدا يكون مجال العمل إيجابي. 13/1 هذا التاريخ برج الجدي، من ناحية صحية الفترة الحالية فترة مثالية إلى من ناحية صحية، بالعكس كلش إيجابية. مثل ما سمعتي ممكن بداية البرنامج واحد من المشاهدين كان من مواليد برج الجدي، هذه فترة إيجابية لهم من ناحية صحية على اعتبار أنه كوكب الزهرة في البيت السادس، فهذا إذا عندهم علاج مواليد برج الجدي أو اللي يراجع طبيب عنده شيء ممكن يأخذ الكورس مال العلاج يجيب نتيجة، يمكن قبل ما يخلص الكورس مال العلاج كامل يكون قد شفى من المرضى إن شاء الله. فمن ناحية صحية ما عندهم أي شيء يدعو للقلق، وعلى طول السنة أيضا وضعهم طبيعي. أفضل شيء لهم هم حاليا مجال العمل، اللي إذا دا يشتغل مجال العمل لهم أكثر شيء، هم مواليد برج الجدي مستفادين من ناحية العمل إن شاء الله. أوكي سمارة، ممكن أعرف بس برج ابني 9/6/2015 هذا برج الجوزاء. جوزاء نعم. أوكي يسلموا. أهلا وسهلا بك. هلا العفو. نأخذ اتصال هاتف يا آخر. ألو ألو. نعم تفضلي. نعم استاذ خلاص انت على الهواء. نعم نعم تفضلي. ألو استاذ خلاص انت على الهواء. نعم نعم تفضلي. انت 19/3 اوكي 19/3/1991 اوكي. منو جاية؟ منو جاية؟ نعم 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 هيك أم أحمد من بغداد. أوكي أم أحمد، هذا التاريخ من مواليد برج الحوت، شنو سؤالك؟ نعم سؤالي عن قسمك. نعم عن قسمك. ابتعدي عن التلفزيون بلا زحمة أم أحمد وركزي وياي. شنو؟ عن قسمك تراب الشهادة. ما أنا الاسم ما أحتاج هاي، مال اللي يقول لكم طوني اسمك واسم أمك، هذه الأشياء أنصحكم بيها. نعم. كلكم مشاهدين البرنامج، هذه الأشياء اللي نعم. يقول لك طيني اسمك واسم أمك على مود أعرف برجك. نعم. أو نعم. أنا هذه السوالف مال يسوي لكم بيها سحر هذول الناس اللي نفوسهم نعم. ضعيفة، فلا تطوها مو إلي أنا إليك أنت. بس أمسك المواليد بس الساعة بيت جاية، هذه 19/3 الظهر. الظهر تقريبا. إيش قد يعني؟ والله 19/3 هي 91 فترة الظهر، يعني سنتين الظهر تقريبا. اوكي هيك اوكي. الو وياك وياك. اي والله خاف ينقطع الاتصال. لا ان شاء الله ما ينقطع، مو غالية المكالمة. هذه اذا بالثنتين الظهر ام احمد يكون عندها اذا قبل الثنتين الظهر بشويه وبالثنتين يكون عندها مشاكل، اذا بعد الثنتين اذا تسمعيني اذا بعد الثنتين ما عندها مشكله، يعني بعد الثنتين الا 3 دقائق او الا 5 يكون عندها تاخير في الزواج مع الاسف، اذا قبلها اذا بعد الثنتين لا يكون ما عندها مشكله بالزواج. اوكي فبما انه انت ما متاكده من الساعه، اذا من الثنتين وفوق اوكي، اذا بعد الثنتين قبل الثنتين وهذا لا، انا ذاك يكون عنده تاخير مع الاسف في مجال الزواج بشكل عام. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه، وكذلك على الانستغرام البرج العالي. نصل بكم الان مشاهدينا الى ابرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة، تنال من صحتكم وأعصابكم، اخلدوا إلى راحة. ابتداء من فجر السبت يتغير الوضع للأفضل وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم.
مواليد برج الثور تنشطون اجتماعيا وبين الأصدقاء، منكم من توجه لي دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة. من فجر السبت تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، انتبهوا إلى وجباتكم الغذائية وراحتكم. مواليد برج الجوزاء تتجه أنظاركم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. من فجر السبت تسعدون من لقاء أشخاص ترتاحون إلى صحبتهم وتجدون تعاونا من الأصدقاء. مواليد برج السرطان تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في سفر بعيد، تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، الفترة مناسبة للدراسة والامتحانات والمطالعة. من فجر السبت تنصب جهودكم نحو الدفع بمصالحكم الاجتماعية، الفترة مناسبة لإثبات جدارتكم للمسؤولين عنكم. مواليد برج الأسد تدخل التعديل المطلوب على شؤونكم المالية، وانتبهوا إلى صحتكم. من فجر السبت تنشطون في سفر أو اتصال بعيد، ومنكم من يتابع قضية قضائية، الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. مواليد برج العذراء تركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة، تظل العاطفة قوية لديكم. من فجر السبت تدخلوا تعديلا على ميزانيتكم، تفحصوا أي شراكة مالية، ثمة فرصة لمكسب مالي ولكن يجب الحذر من أي خطوة مالية جديدة. مواليد برج الميزان يتراكم العمل لديكم، أنجزوا ما باستطاعتكم دون إهمال صحتكم. من فجر السبت تشعرون برغبة قوية في التقرب من شركائكم وإيجاد قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، حافظوا على نظرة واقعية للأمور. مواليد برج العقرب بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أحبائكم، لا يتخلى الحظ عنكم. من فجر السبت تنهمكون في إنجاز ما يتراكم لديكم من عمل، لا تهملوا صحتكم. القوس يتركز اهتمامكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعقارية، كونوا أكثر تفهما لوجهة نظر أحد أفراد العائلة. من فجر السبت ترغبون في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم، لا تبالغوا في طلباتكم منهم. مواليد برج الجدي تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، الفترة مناسبة لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. من فجر السبت تنصب جهودكم نحو تنظيم مصالحكم البيتية والعقارية. مواليد برج الدلو تنهمكون في إدخال تعديل على ميزانيتكم، من فجر السبت يصلكم مبلغ من المال ويدخل تحسينا على ميزانيتكم. أخيرا مواليد برج الحوت يتغير الوضع الصحي للأفضل، حيث تنجحون في السيطرة على زمام الأمور. من فجر السبت تتاح لكم الفرصة للحصول على مكسب مالي من عمل إضافي، ومنكم من يسترد مالا يعود له. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي باللغة العربية. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، ألتقيكم بإذن الله يوم السبت المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون شرقية، مع السلامة.